طيب، امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، وبيستهدف هذا المؤتمر والمعرض زيادة التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في القطاع الطبي، أيضا تبادل ونقل الخبرات العلمية المصرية للأشقاء في القارة الصفراء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير عليك يا دكتور، ويعني أهمية هذا المؤتمر، وإحنا بنقول ده المؤتمر والمعرض الطبي الأول من نوعه يعني بين مصر والقارة الأفريقية، وعوائد هذا المؤتمر على مصر وعلى القارة الأفريقية. صباح الخير يا أستاذ هدية، صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور. والله حضرتك امبارح كان يوم يعني فارق ووقفة كبيرة جدا، وده بعد استراتيجي الحقيقة فندم بيتبناه سيادة الرئيس. والمؤتمر امبارح كان حاجة مشرفة، سواء على مستوى الافتتاح وكلمة السيد الرئيس والحلقات العلمية اللي فيه، والحاجة التانية المهمة العدد الضخم الكبير جدا من الحضور في هذا المؤتمر. يعني حتى الناس كلهم قالوا احنا ما شفناش ابدا هذا العدد الكبير يحضر هذا المؤتمر. المؤتمر ده استاذ هدي له كذا مغزى كبير جدا. الاولاني وده ممكن وده شيء ايجابي، بيعرض الجانب الايجابي الكبير جدا في صحه مصر والانجازات التي تمت. ويمكن حضرتك عاده احنا بنعتبر ما ينجز او ما يكون ايجابيا هو شيء طبيعي، يعني يكون الواحد يروح المستشفى ويتعالج وياخد الدواء حاجه طبيعيه. لكن دايما لاحظوا حضرتك لينا الكلام على السلبيات هو اللي بيبقى بارز، انما الحقيقه امبارح كان يوم مشرف جدا. لانه كمان يمكن يا دكتور الايجابيات فيما يخص الصحه، لو بنتكلم على القضاء على فيروس سي حمله 100 مليون صحه، شفنا ايجابيات ما ينفعش حد ينكرها. احنا قضينا على يعني فيروس سي، والخلفيه اللي ورا فيروس سي كانت المرض البلهرس. يمكن ما حدش اتكلم كتير على الحته دي، لكن مرض البلهرسيا اللي كان معشش في مصر، يعني ما كانش عنده بلهرسيا ما كانش يبقى شيء طبيعي. واحنا يعني شفنا الفتره دي ونتيجه للعلاجات بتاع البلهرسيا اللي هي الحقن التقطير مقيء، برضه يمكن ما جاتش فرصه نتكلم فيها، هو ده كان جزء من اسباب انتشار فيروس سي اللي كان اسمه زمان نان اي نان بي، وبعدين سموه سي بعد كده. طيب الجزء الثاني قدرات مصر الثاني، ودي مهمه ثانيه على فكره. احنا قضينا على البلهرسيا، قضينا على فيروس سي، قضينا على الملاريا، ما فيش ملاريا في مصر الحمد لله، وانا قلت كده امبارح قدام سياده الرئيس. وقضينا على امراض اخرى كثيره كانت موجوده في مصر، وكان اجيال كثيره عانت من هذه الامراض. وبنبص بقى على افريقيا لانها بعد استراتيجي لمصر، وانا قلت امبارح ان يعني افريقيا بتربطها بمصر حبل سوري متين اللي هو نهر النيل. قلت اكيد دكتور محمد الدعم، وبنحارب امراض في افريقيا كثيره ورحنا كتير، انا شخصيا رحت افريقيا كذا مره. انما البعد الثاني ان احنا عايزين نقول لافريقيا بعد ازمه كورونا وبعد الحرب الاوكرانيه الروسيه الدنيا بتقفل، وبيبقى فيه احساس بالنقص سواء الأجهزة أو المعدات أو الأدوية. وبعدين الغريب أن احنا عندنا طاقات في أفريقيا، يعني أنا بقول لحضرتك بكل أمانة وصدق احنا عندنا طاقة إنتاجية دوائية ممكن نغطي أفريقيا، بس المهم يبقى في نوع من التوافق والتكامل والثقة في النفس بين الأفارقة وبعضهم عشان يستعملوا الأدوية الأفريقية. فدي رسالتين، رسالة بنقول لهم مصر اهي، تعالوا شوفوا مصر وامكانياتها وطاقتها على ارض الواقع. والجزء الثاني بقى المهم، ليه ما نتكاملش ونتعاون مع بعض عشان يعني نبرز طاقات وامكانيات، خاصه احنا عندنا الموارد وعندنا القدره كمان. جدا يا فندم، والله انا بقول لحضرتك الكلام ده، يعني احنا من مغازي هذا المؤتمر او مغزى من مغازي هذا المؤتمر انك بتوري الناس ايه اللي موجود. يعني انت عندك النهارده داخلين في عدد ضخم من مصانع الدواء بتنتج كثيرا. مدينه الدواء المصريه اللي افتتحت وانتجت، وانا برضو قلت هذا ورئيس الرئيس شافت
المعرض امبارح دخلنا في انتاج ادويه تكنولوجيا حيويه قويه ممكن نغطي بيها مصر وافريقيا. وعلى فكره كل ما انت قدرت تلاقي سوق ليك اكتر او انتاج اكتر كل ما تقدر تنتج اكتر ويبقى الانتاج ذو معنى عظيم يعني اقتصادي بصوره مشرفه. طيب دكتور محمد زي ما حضرتك قلت انه الدعم المصري لا حدود ليه بالنسبه للقاره السمراء وخاصه في المجال الصحي. حضرتك اتكلمت عن مبادرات صحيه مصر قامت بيها في افريقيا، عايزين نتكلم عن دلاله المشاركه بقى. يعني احنا عندنا اكثر من 400 عضو من غرفه الرعايه الصحيه في المؤتمر، عندنا كمان شركات عامله في المجال الطبي، شركات عامله عالميه كمان كانت حاضره في هذا المؤتمر. مظبوط. الاتجاه انك توطن الصناعه في افريقيا سواء في مصر او في دول اخرى، الشركات العالميه لازم تيجي تستثمر في الانتاج على ارض افريقيا. توطين يعني هي مش مجرد انا اجيب جهاز او سلعه ابيعها واكسب فيها وخلاص، وبعد كام سنه اعمل جنريشن جديد او موديلات جديده وابيعها برضه. لا، انا عايز انتاج على ارض مصر او ارض افريقيا. اولا هيبقى اقتصاديا اكثر بسعر اكثر، واظن حاجه سمعت الشيخ الرئيس بيعرض عليهم ان تجربه الشراء الموحد نعملها على مستوى افريقيا. يعني انا لما اجيب 1000 جهاز غير لما اجيب 10,000 جهاز. كل دي حاجات مهمه جدا جدا في هذا الاتجاه. يمكن الرسائل وصلت يعني. يمكن وجود هيئه الشراء الموحد، مساله كمان يعني التطوير اللي حصل في المنظومه الصحيه في مصر ونقل كل هذه الخبرات الى افريقيا يجعل افريقيا سوق واعد في مساله صناعه الدواء. صحيح. طيب كمان عايزين نتكلم مع حضرتك عن اعلان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادره ال 30 مليون جرعه من لقاح كورونا للاشقاء في افريقيا. ده جزء من الدعم المصري لافريقيا. وافريقيا ما زالت تعاني، انا قلت الكلمه دي. حضرتك استاذ هدير النهارده او على الاقل امبارح واحنا بنتكلم في دول كثيره من العالم حصلت على 70% او اكثر من تطعيم سكان. افريقيا لغايه امبارح اللي خدوا التطعيم في افريقيا بتاع كورونا 17%. مش عايزين، لا ما فيش اتاحه. يعني تصوري حضرتك مفيش عداله في توزيع اللقاح موجوده، يعني مش الفلوس موجوده ولكن لم تتاح لكثير من الدول الافريقيه الحصول على لقاحات. وده برضو شق ثاني مهم جدا، كيفيه توطين اللقاحات في افريقيا. في 5 اماكن اختيرت تصلح لانتاج اللقاحات، منها جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا عايزين شراكه افريقيه علمية وفنية ودوائية ولقاحية عشان نوطن هذه الصناعة لجميع أنواع اللقاح. مصر كان ليها منظومة الحقيقة رائعة، وأنا يمكن اتكلمت مع حضرتك قبل كده والأستاذ محمد. إحنا النهاردة جميع أنواع اللقاحات موجودة في مصر، ثم بنصنع بعض اللقاحات للشركة الصينية في مصر. فسيادة الرئيس هذه المبادرة لما يدي 30 مليون جرعة من اللقاح لافريقيا غير المساعدات الاخرى التقنيه والفنيه في منتهى الاهميه. علاوه ان احنا مصر الحمد لله بنملك كوادر طبيه ودوائيه عاليه المستوى تستطيع ان تساند وتعمل في افريقيا. عظيم. عايزين نطمن من حضرتك على موقف منظومه التامين الصحي الشامل. طبعا التامين الصحي في مصر الشامل، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمد في شقين. شق التأمين الصحي الشامل اللي هو النظام الجديد اللي كل مواطن في مصر يكون مغطى بالتأمين الصحي تغطية شاملة، ودي نقطة مهمة جدا وحضارية وأمنية دوائية طبية، لأن المرض بيجي فجأة أو يكون مرض مزمن، لكن كل واحد عايز يضمن إن له يعني أكسس أو له طريق إلى الحصول على الرعاية الطبية والدواء. فالتأمين الصحي الشامل هذه منظومة عظيمة جدا، بدأنا في بعض المحافظات، بدأت في بورسعيد، الأقصر، 3 محافظات في مدن القناة، وعلى مدى السنوات القادمة سوف يمتد. النقطة الثانية عشان نغطي النقطة دي،
هناك تأمين صحي أصلا لموجود القديم، وده ما زالت عندك حوالي 54-55% من السكان لهم هذا التأمين الصحي. التأمين الصحي السابق أو القديم، وده اللي خلينا لجأنا للتأمين الصحي الشامل، الحقيقة كان أسلوب، إحنا بدأ في الستينيات في اسكندرية، لكن كان التمويل بتاعه وتمويله وخدماته الحقيقة لا ترضي لا المنتفعين ولا مقدمة. صحيح. يعني زمان كان الدكتور يروح يقعد السيشن بتاع التأمين الصحي ياخد 20 جنيه ويتخصم منهم ضرائب. فطبعا هي دي النظام الجديد يرضي المنتفع ومقدم الخدمة. طيب. فإن شاء الله يعني استمرار هذا النظام ويعني وجود الملاءة المالية له والملاءة والكفاءات الطبية لتقدم الخدمات هيعمل طفرة كبيرة في مصر. بس عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. الست راسم امبارح اتكلم على مبادرات قوائم انتظار العلاج او العمليات الجراحيه، واتكلم على العمليات الجراحيه اللي اجريت في مصر. في نفس الوقت او على التوازي واحنا بنطبق التامين الصحي، والتامين الصحي سواء الشامل الجديد المتميز او تطوير النظام الصحي القديم، مفيش حد بيحتاج جراحه او بيحتاج تداخل طبي على اي مستوى. يعني احنا بنتكلم على عمليات قلب وعمليات مخ وعمليات زرع اعضاء والكلام ده كله، الا ما بيجد وسيله للحصول على هذه الخدمه. يعني مش معنى كده ان الناس هتستنى 10 سنين مثلا عشان تعمل عمليه او كده. وعايز اقول لكم حاجه، طبعا قوائم الانتظار كل يوم بتزيد، يعني احنا بنشوف القوائم مثلا افرض 2000 واحد الاسبوع اللي فات، وكمان اضيف ناس جديده عليهم فئات اخرى جديده. انما ورغم هذه القوائم الدوله بتتكفل بيها تماما، ولغايه الاسبوع اللي فات يمكن عدينا 10 مليار جنيه تكلفه الحد او القضاء على قوائم الانتظار. طيب دكتور، مع وجود كبريات الشركات العالميه لصناعه الدواء في هذا المعرض والمؤتمر الدولي واشادات منظمه الصحه العالميه بما يتم في مصر، وتحديدا كانت الاشاده بمساله فيروس سي والقضاء على فيروس سي، كيف يخدم هذا السوق يعني المصريه للدواء؟ مصر دوله كبيره 105 مليون، عندك في مهاجرين موجود في مصر، بنقدم خدمات. على فكره فندم، في كثير من ابناء الدول العربيه والافريقيه بيجوا يتعالجوا في مصر، بيجي لنا مرضى من كل هذه البلاد وبيجدوا خدمه طبيه متميزه، بيحسوا ان هم قاعدين في بلدهم في وطنهم. فيعني الشركات العالمية طبعا لما تلاقي سوق مصري بهذا الحجم وسوق منفتح على الشرق الأوسط البلاد العربية كلها وعلى البلاد الإفريقية هي تسعى، وعندي الكوادر الطبية تستطيع أن تتعامل مع هذه الأجهزة فعلا. يعني أنا أقول لكم مفيش جهاز طلع أو وسيلة تشخيصية أو علاجية على أعلى مستوى إلا ما كان على طول تم التفاعل معها، والخبراء المصريين في مختلف مجالات الطب استطاعوا أن يتعاملوا مع هذه الأجهزة. فسعي الشركات العالمية الدوائية أو معدات طبية أو أجهزة حديثة إلى السوق المصري ليه سببين: سبب حجم السوق، خبرته، وعندك الكوادر البشرية التي تستطيع أن تتعامل تماما وبأقصى سرعة مع هذه الأجهزة. يعني شوفوا عندنا في مصر كم جهاز رنين مغناطيسي، كم جهاز أشعة مقطعية، المناظير، فهي دي خبرة تانية أخرى بتخلي مصر قادرة بكوادرها إنها تستوعب هذه الأجهزة وهذه المعدات وجاذبة للمرضى وللشركات العالمية. عظيم. ما فيش شك يا دكتور محمد أنه القطاع الصحي في مصر بيشهد طفرة خلال السنين اللي فاتت. يمكن احنا اتكلمنا دلوقتي عن حاجات كتيرة جدا، قضاء على فيروس سي، انتاج وتصنيع الدواء في مصر من خلال مدينة الدواء المصرية، هيئة شراء موحد، تطوير في المستشفيات، استحداث أجهزة في مستشفيات أخرى، كل ده كان حاضر وبقوة في المؤتمر امبارح. عايز أسأل حضرتك عن انطباعات الأشقاء الأفارقة اللي كانوا مشاركين في المؤتمر امبارح. برضو وهذا ليس مبالغة ولا زيادة في التقدير، امبارح كان عندنا آلاف
من السادة الأفارقة الأحباء وأيضا من البلاد العربية ومن جمهورية مصر العربية، عدد ضخم جدا، انطباع إيجابي جدا، في انبهار بمستوياتنا. على فكرة أستاذ محمد، بعد الافتتاح سيادة الرئيس زار المعرض، وبعد كده استمرينا في جلسات علمية لغاية الساعة 7. شوف حضرتك، لما قلنا احنا هنعمل مؤتمر علمي طبي لجميع التخصصات الطبية موازي أو مع فعاليات المؤتمر، مفيش حد اتأخر. يعني امبارح عملنا جلستين عن تجربة مصر في القضاء على كورونا. كان عندنا أساتذة من جميع تخصصات الطب، لأن حضرتك عارف طبعا بقى في دلوقتي متلازمة ما بعد الكورونا، يعني زملاء أساتذة الأمراض الصدرية كلهم جم بلا استثناء، حضروا كل الجلسات. أيضا حضر معانا زملائنا من القلب والأعصاب والأمراض النفسية كلهم، لأن بدأنا نعالج دلوقتي متلازمة ما بعد الكورونا. زملائنا في جلسات أخرى كانت موجودة على مستقبل الرعاية الصحية، على جودة الخدمة الطبية، على كيفية التعامل مع المرضى، وحضر معانا الحقيقة جميع الفئات. الانطباع انطباع، سواء انطباع الإخوة العرب أو الإخوة الأفارقة، كان انطباع إيجابي، حضور مكثف، أسئلة ومحاورة، كيفية امتداد التعاون ليستمر، وإن شاء الله في تكرارية أيضا لهذا المؤتمر، بحيث إن احنا نقدر كل سنة نقول عملنا إيه السنة اللي فاتت وهنعمل إيه بإذن الله السنة اللي بعدها. كل شكر لحضرتك يا فندم دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا جزيلا لك.